شباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ معكم عبد اللطيف الحسنان من اي جي. اليوم راح يكون موضوعنا عن سلسله تيلز والغنيه عن التعريف من الناشر الياباني بانداي نامكو، والحين احنا راح نتكلم عن تاريخ السلسله بشكل عام. وبسم الله نبدا. اول اصدار راح يكون تيلز اوف فانتاسيا، هي عباره عن لعبه اكشن ار بي جي ماخذه ستايل 2D، صدرت لاول مره في عام 1995 على جهاز السوبر نينتندو، وبعدها صدرت على منصات متعدده. قصة اللعبة تأخذنا مع بطلنا كريس ألبن وحلفائه اللي لازم يسافرون عبر الزمن ويقاتلون ملك الشياطين دي هاوس اللي يحاول يسيطر على العالم أو يدمره. وننتقل للعبة الثانية وهي تيلز أوف ديستني، وهي أيضا عبارة عن لعبة أكشن آر بي جي 2D ستايل، وكانت إصدار لأول مرة في عام 1997 على جهاز البلايستيشن 1، وأصدر مرة ثانية في عام 2006 من نفس مخرج تيلز أوف فانتاسيا. قصتها تأخذها مع بطلها استهان أليرون، حيث يحصل على سيف أسطوري يسمى سوردن دينيموس، ويتحدى هو وأصدقائه قوى الشر التي تستخدم بقايا أسلحة قديمة للسيطرة على العالم. لعبتنا الجاية تيلز أوف إيترنيا، كان أول إصدارها في سنة 2000 على جهاز البلايستيشن 1، وتم إعادة إصداره على جهاز البي اس بي سنة 2005، وبطولها هو ريدر هيرشل الذي حاول منع الانهيار الكبير، وهو عبارة عن حدث كارثي يؤدي إلى تدمير الكوكب بأكمله. وتأخذ هذه الرحلة بطلنا عبر كوكبين إنفيرنيا وسيليسيا، حيث يبحث عن وراء المسؤولين الذين يسعون لدمار كوكبين معا. ولعبتنا الجاية تيلز أوف ديستني 2، وهي عبارة عن التتمة للجزء السابق اللي هو تيلز أوف ديستني، وصدرت لأول مرة على جهاز البلايستيشن 2 سنة 2002 وعلى البي اس بي 2007، وقصتها تعتبر تكملة للجزء السابق ب 18 سنة، حيث أن بطلها هو كيل ابن ستان، وقد التقى بفتاة غامضة اسمها ريلا أثناء محاولتها إنقاذ دار الأيتام من الإفلاس، ودخل بطلها صراع مع بربوتوس المسؤول عن قتل والده ستان. ولعبتنا اللي وراها هي تيلز أوف سينفونيا، وهي أول لعبة من سلسلة تيلز يدخل فيها تصميم الشخصيات 3D مع الاحتفاظ بنفس طريقة لعب الأجزاء السابقة، وصدرت في أول مرة عام 2003 على جهاز الجيم كيوب. وراح تكون مغامرتنا مع بطلنا لويد وصديقة جينيس لرحلة لتجديد العالم بالمانا عن طريق استخراج بذور من الشجرة العظيمة لتزويد العالم بالمانا المطلوبة حتى يكون العالم أكثر استقرار. ولعبتنا الجاية تيلز أوف ريبيرث، صدرت في عام 2004 عن طريق جهاز البلايستيشن 2، وصدرت مرة أخرى على جهاز البي اس بي في 2008 لليابان فقط. ويكون عالم هذه اللعبة حيث يلقب الإنسان بالهوما، والوحوش يسمونهم بالجوجما، وكانوا عايشين بسلام، وكان السحر في هذا العالم يجعل العالم يتحكمون بالقدرات الجسدية وقدرات العناصر مثل النار الجليد وإلى آخره. وبعدها اندلع الحرب بين الوحوش والبشر لتأسيس مملكة كارجيا، وبطلنا في هذه اللعبة هو اسمه فيغ لينجنبرغ، يستخدم سلاح السيف مع عنصر الجليد، وهو أساسا يتيم بسبب قتل والديه، وقد خطفت صديقته كلير، ويبدأ الصراع في هذه القصة مع الخطف هذا. ولعبتنا الوراها تيلز أوف ليجنديا، وقد صدرت لأول مرة في عام 2005 على جهاز البي اس 2، وهي عبارة عن لعبة أكشن آر بي جي. طريقة اللعب تأخذنا على نظام 2D مع تصميم شخصيات ثلاثية الأبعاد. العالم عبارة عن أن سطح العالم كله مغطى بالمياه، وجميع أحداث اللعبة تجري على سفينة عملاقة وهي من بقايا حضارة قديمة متطورة، وينقسم سكانها إلى مجموعتين، شعب الأرض وشعب البحر. وسنيل تولديج بطلنا وهو مقاتل من مشاة البحرية المقدسة الذي يسعى إلى إنقاذ أخته من أفراد يعتقدون أنها هي المخلصة لهذا العالم. لعبتنا الجاية هي تيلز أوف أبيوس، صدرت هذه اللعبة في عام 2005 على جهاز البلايستيشن 2، وعيد إصدارها في سنة 2011 على جهاز الـ 3DS. وطريقة اللعبة أخذت نفس الستايل 3D، ولكن الخريطة كلها تقريبا تكون 3D، يعني البيئة 3D حولك، وتركز القصة على الشاب لوك اللي تنقلب حياته فوق حذر، وأصبح هدف لمنظمة دينية لأن يعتقدون أنه هو مفتاح لنبوءة قديمة، ويحاول لوك وأصدقائه اكتشاف حقيقة الأمر. ولعبتنا الجاية هي لعبة Tales of Innocence، وصدرت لأول مرة في سنة 2007 على جهاز الدي اس وعلى جهاز الفيتا في سنة 2012 في اليابان فقط. تركز هذه اللعبة على روكا ابن التاجر اللي تواجه مع فتاة تسمى إليليا، واكتشف أن عنده قوة خارقة ورثها، وقرر بعدها حمايتها
وهدفه الأساسي أنه ينهي الصراع اللي صاير بالعالم اللي أساسا متمزق ويحميه من أي صراعات مستقبلية وعودة الحياة الطبيعية فيها. ولعبتنا هي لعبة Tales of Vesperia، وصدرت في أول مرة في سنة 2008 على جهاز الإكس بوكس 360، ونزلت حصريا على جهاز البلايستيشن 3 باليابان فقط، وصدرت بعد مرة ثالثة في 2019 عالميا على جميع الأجهزة، متوفر الحين على جميع المنصات. وتركز قصة اللعبة على البطل يوري لويل، وهو جندي سابق يشكل نقابة باسم بريف فيسبيريا لمساعدة النبيلة اللي اسمها إستيل، ويواجه تحديا ضد الأعداء المختلفين اللي يسعون إلى استغلال طاقة البلستيليا استعمال سيء. ولعبتنا وراها تيلز أوف هيرتز، وصدرت في أول مرة على جهاز الدي اس في سنة 2008 وعلى جهاز الفيتا في سنة 2013. وتحكي قصة اللعبة عن شخصية كور بعد أن اكتشف امرأة تدعى كوهوكو وشقيقها هيسي عندما تتعرض للهجوم من شخص غامض يدعى إنكيريوس. بعد ما تأذت بسبة القتال هذا، يحاول كور علاجه باستخدام سلاحه سوما، ولكن هذا أدى إلى سلب كوهوكو لسبيريا الخاصة فيها اللي مثلت عواطفها وقلبها التي تشتتت في جميع أنحاء العالم، ويبدأ كور وكوهوكو لرحلة استعادة لسبيريا الخاصة فيها. واللعبة اللي وراها اسمها Tales of Grace، وهي عبارة عن لعبة أكشن RPG صدرت لأول مرة على جهاز الوي في سنة 2009، وفي سنة 2010 انزلت على بلايستيشن 3 الياباني، وفي سنة 2012 باقي العالم. تجري قصة اللعبة في عالم اسمه إيفينيا، وبطلها إسبل اللي صادق فتاة خلال طفولته، وهذه الفتاة كانت فاقدة لذاكرتها، شهد على وفاتها، ولكن بعد 7 سنوات تم شمله معاها، ولكن لا تزال فاقدة الذاكرة نفس ما كانت قبل. ولعبتنا الجاية أو لعبتين، لأن راح أحطهم مع بعض، Tales of Zillia 1 و 2، وصدر الجزء الأول في سنة 2011 والجزء الثاني صدر في 2012 على جهاز البلايستيشن 3. حيث تبدأ قصتنا مع طالب الطب جود ماتيس بالتحقيق في منشأة عسكرية بمسألة البحث عن أستاذ البروفيسور المفقود، وهناك سلاح اسمه لانس أوكرينيكس الذي امتص روح البروفيسور، وكان بطلنا هو الضحية التالية، ولكن تم إنقاذه من طرف ميلا ماكسويل. وردا على ذلك قام الجيش بتشغيل السلاح لامتصاص أرواح رفقاء ميلا، وبعد ذلك قررت ميلا وجود مواجهة الملك اللي صنع السلاح، وطبعا في تتمة حق الجزء الثاني اللي صدر بعد سنة من الجزء الأول. ولعبتنا التالية Tales of Zestiria التي صدرت في عام 2015 على جهاز PS3 و2016 على جهاز PS4، وتحكي لنا هذه القصة عن شاب اسمه سوري الذي لديه قوة روحية تسمى السيرفم، يسافر بطلنا حول العالم لتحرير أراضي غلينوود من خطر الهيليون، وهم عبارة عن كائنات ولد من المشاعر السلبية. ولعبتنا الجاية هي لعبة Tales of Berseria، وقد صدرت لأول مرة في عام 2016 على كل من PlayStation 3 وPlayStation 4، وتعتبر من أول قصص Tales الظلامية. تأخذنا قصتها مع طفل اسمها فيلفيت وأخوها الأصغر لافيست، اللي ينقذهم نسيبهم على قولتهم أو زوج أختها أرتوريوس لما هاجمتهم الشياطين في قريتهم. ومع استسلام القرية رأت أو شافت أرتوريوس يضحي بأخوها كجزء من طقوس لكبح جماح الشياطين، وبعدها أقسمت فيلفيت الانتقام لمقتل أخيها اللي تسبب مقتله نسيبه. وآخر لعبة اللي راح تصدر إن شاء الله في تاريخ 10/9/2020 على جميع المنصات لعبة Tales of Arise اللي عالمها مكون من عالمين مختلفين تماما، وهم عالم القرون الوسطى وعالم مستقبلي، ورح نعيش الرحلة هذه مع بطلنا ألفين وشيون اللي انتهى الأمر بهم بالسفر مع بعض في خلال رحلتهم بهالعالم. وكان هذا تقريرنا من سلسلة Tales من البداية حتى آخر إصدار، فأعطونا رأيكم بالسلسلة بشكل عام، هل أنت جربتوها ولا ما جربتوها، وهل راح تجربون الجزء الجديد ولا لا. يعطيكم العافية، وإن شاء الله نشوفكم مواضيع ثانية، ومع السلامة.